ما ذكرنا قبل الفاصل وقطاع الترفيه مشاهدينا والسياحة له أهمية كبيرة في المملكة. طبعا هيئة الترفيه من خلال أكثر من مشروع بتسويه تهدف أن تصبح السعودية من بين أول 4 وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، وأكيد نظرا للاهتمام الكبير بالترفيه وأنه يكون العاملين فيه من الكوادر السعودية الشابة، أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج الابتعاث الخارجي في التخصصات الترفيهية، وبكذا يكون في شباب سعوديين قادرين على تطوير مجالات الترفيه برؤية شبابية. معنا من الرياض الكاتب والخبير الاقتصادي ثامر السعيد. صباح الخير أستاذ ثامر. صباح الخير. صباح الخير عليكم على السادة مشاهدي الام بي سي. اهلا وسهلا أستاذ ثامر. برنامج الابتعاث راح يوفر كوادر سعودية مؤهلة، الى اي مدى هذا الشيء راح يوفر ايضا فرص وظيفية للشباب السعودي المهتمين بمجال الترفيه؟ ممتاز. لازم نقول هاني أنه قطاع الترفيه كامل في المملكة العربية السعودية هو قطاع جديد نشأ تقريبا قبل سنتين أو 3. أنا لأني يعني لي خبرة ومجال عمل في هذا القطاع، أعرف أنه الكوادر المهيئة المجهزة لأن تكون موجودة على أرض الفعاليات وعلى أرض المناسبات التي تقام من حيث الترفيه والفكر، الكوادر الوطنية لا زالت قليلة، لا زال السوق يحتاج كوادر وطنية كبيرة لأنه هذا القطاع جديد. وزي ما نعرف كل تأسيس لأي شيء جديد أو لأي قطاع جديد يحتاج أن نستقطب المعرفة من الخارج أو من أصحاب الخبرة السابقين، ولذلك نرى أن قطاع الترفيه مثلا اليوم في المملكة الذين يعملون فيها والذين يشغلونه ويغطون حيز كبير فيهم من الخبرات الأجنبية التي جاءت إلى المملكة لتقتنص الفرصة بكونه سوق جديد وسوق ضخم. أيضا الخبرات المستقدمة كلها تأتي من الخارج، يعني إحنا قلنا نجيب خبرات تعمل وتنشئ وتعمل وتؤسس اللبنة الأساسية والبدايات في هذا القطاع، ومن ثم جت هيئة الترفيه أعلنت أنه سيكون هناك برنامج ابتعاث. الابتعاث هذا سيأتي بالمعرفة أيضا، يعني استقطاب المعرفة إلى الداخل هذا جزء من أهداف الابتعاث وتأهيل الكوادر أن تكون موجودة كوادر وطنية تستطيع أن ترتقي بقطاع الترفيه بالشكل المناسب والشكل المطلوب الذي يناسب البيئة السعودية بشكل عام. هذه خانتين. الخانة الثالثة أننا نستقطب المعرفة من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب إلى المملكة في قطاع الترفيه تحديدا. هذه 3 عناصر أساسية. إحنا اليوم يعني عندنا عنصر الابتعاث سيجعل عندنا أرضية خصبة وممتازة من الكوادر الوطنية، صحيح تحتاج بعض السنوات لين نشوف نتائج هذا البرنامج، ولكن يعني توفير الكوادر عنصر مهم لأنها لا زالت تعاني من الندرة في المملكة العربية السعودية. أستاذ ثامر، إحنا يمكن خطوة رائعة وسعيدين بها، لكن خلينا نشوفها من منظور اقتصادي. بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفع الإنفاق على الترفيه بنحو 8.16%، فخلينا نتكلم على دور قطاع الترفيه في دعم المملكة اقتصاديا. إحنا نعرف أن المملكة تحاول أن تنوع اقتصادها من الاعتماد على النفط كمورد أساسي إلى الاعتماد على قاعدة عريضة من القطاعات الاقتصادية، وتعتمد أيضا أن يكون القطاع الخاص أكثر نشاطا في تأثيره على الاقتصاد العام في المملكة العربية السعودية. اليوم أو خلينا نذكر في السنوات الماضية عندما كان هناك يعني أي إجازة قصيرة، أي عطلة نهاية أسبوع، أي يوم عادي من أيام الأسبوع، لم يكن هناك أي خيارات لدى الأسر الموجودة في المملكة سواء المقيمة أو المواطنين، لم يكن هناك خيارات يستطيعون الذهاب إليها أو يتمتعون فيها أو يرفعون من يعني نسبة إنفاقهم بالمقارنة مع المتاح اليوم. اليوم أنا عندي خيارات متعددة، من الممكن أن أذهب إلى حفل غنائي أو إلى حفل مسرحي أو إلى فعالية رياضية لأنه هذا جزء من الترفيه. هذه الخيارات كلها تجعل هذه الأموال المنفقة في هذه الخيارات تصب في مصلحة الاقتصاد في نهاية المطاف. الدائرة نفسها أو الحلقة نفسها من المتنفعين أو المستنفعين أو المتاجرين أو أصحاب الاستثمار في قطاع الترفيه يبدأ من الموردين، من يوردون القطع ومن يوردون الأجهزة ومن يوردون ومن يوقعون بالاتفاقيات الفعاليات ومن يبدأون بناء المسارح. هذه الدائرة العريضة من كل المصالح التي تعمل في داخل هذا القطاع كلها مستفيدة من تواجد أرضية خصبة لقطاع الترفيه. وجود أرضية وبناء قطاع متكامل في المملكة
يجعل هناك دائرة اقتصادية كاملة تنتفع. يعني الدائرة، أو لو نراجع حتى الإنفاق، أنت ذكرت أنه 8% حجم النمو في الإنفاق على قطاع الترفيه أو على الترفيه بشكل عام في المملكة حسب بيانات مؤسسة النقد. لو نراجع هذه البيانات سابقا لنرى أن النسبة الكبرى تذهب في المطاعم، تذهب في يعني في الأشياء الاستثنائية أو أشياء غير الأساسية، تذهب فيها لأنه ليس هناك أي خيارات. وهذا اليوم إحنا نخلق منافس جديد مثلا للمولات التجارية الموجودة في المملكة، لأنها هي كانت عنصر الترفيه فيما سبق. صحيح أستاذ ثامر، ذكرت الاستثمار، ما الذي يعني ينقص المستثمر السعودي للمشاركة في مجال الترفيه، خصوصا أنه هذا المجال واسع وواعد، وكيف تشوف أهمية الاستثمار فيه؟ ولا يقتصر الموضوع على فقط على يعني على الهيئة كهيئة. جيد، احنا هاني اليوم نركز على القطاع نفسه من منظور الفعالية وإقامة الفعالية وإدارة الفعاليات. لم يركز أي من المستثمرين الموجودين في المملكة على القطاعات المصاحبة والمساندة لهذا القطاع بشكل عام. يعني مثلا اليوم أنا عندي بناء المسارح، ما يوجد في المملكة أحد عنده هذا التخصص إلا ندرة، يمكن شركتين أو ثلاث بحكم اطلاعي على القطاع زي ما ذكرت. ما عندنا مثلا أحد عنده القدرة على توفير الكوادر المدربة لإقامة فعالية مسرحية على سبيل المثال، مسرحية عروض. ما عندنا القدرة على أننا نعمل صيانة لمثل هذه الأدوات المستخدمة في مثل هذه الفعاليات. أنا اليوم لو نلاحظ، يمكن والجميع يلاحظ، أنه كل المشاركين يشاركون في الفعالية في أعلى الهرم في إدارة الفعالية وتوقيع العقود وإحضار الكوادر إلى المملكة، لكن كل شيء تحت هذا، تحت إدارة هذه الفعالية، من أساسيات ومن مساندة ومن لوجيستكس، لا تتوفر في المملكة. وأنا أعي ما أقول، لأني أعرف حجم المعاناة في البحث عن كل اللوجيستكس المطلوبة لإدارة مثل هذه الفعاليات ولتنشيط قطاع الترفيه. الأستاذ والخبير الاقتصادي والكاتب ثامر السعيد، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية.